رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل.